ويمكن فكره بتبان ان هي بديهيه جدا، ان انا لازم قبل ما انشر حاجه او قبل ما اكتب حاجه اكون متاكد من مصدرها ومتاكد ان المعلومه اللي بقولها اصلا صح. مع ذلك كتير مننا بيقع في الفخ ده في وسائل التواصل الاجتماعي. هل احنا كنا محتاجين لحاجه كبيره زي جائحه علشان نتاكد ان احنا المعلومات اللي بننشرها مصدوقه؟ صباح الخير عليكم الأول. طبعا في بداية مهمة جدا لازم نركز عليها متعلقة بفكرة المعلومة في وقت الأزمات. احنا بنعتبر جائحة كورونا يعني من ساعة ما بدأت عندنا في مصر هنا من فبراير 2020، واحنا عندنا حالة من البلبلة وعدم الاستقرار فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة والمغلوطة، بس ده يعتبر طبيعي في ظل وجود أزمة دايما بتتعدد الأقاويل وبتتكاثر بشكل كبير جدا. فكرة ان كل واحد يكون عارف معلومة يروح رميها على السوشيال ميديا بشكل كبير، وإحنا للأسف الشديد ما زالت ثقافة التحقق من طبيعة المعلومة نفتقدها. فكرة إن أنا حاسس إن المعلومة فيها غلطة دي لسه ما وصلناش للسنس ده بشكل كبير، ولكن القصة كلها أنها متعلقة بصحة البني آدم. اي موضوع متعلق بصحه البني ادم دايما بيبقى فيه مشكله متعلقه بان انا عايز اعرف اي حاجه. فعشان كده هي دي السبب الاكبر في انتشار المعلومات المضلله والزائفه في فتره الجائحه، زياده القلق عند الناس، قلق وتوتر وخوف وحاجه جديده احنا مش عارفينها. دايما كل ما بيكون في حاجه جديده كل ما بيكون في شغف ان انت تعرف وتدور. فاي حد لقى اي دراسه مكتوبه في اي موقع، هو الموقع ده ممكن يكون مش متاكد من صحه الدراسه نفسها مش مكتوبه اتعملت فين، ابدا اعمل لها شيرنج. واي حد عنده عدد كبير جدا من الفرنس مثلا يبدا يعمل شير وتنتشر المعلومه بشكل كبير، ونقع في فخ المعلومه الزائفه. فعشان كده الاصل جاي من قصه الخوف، ان انا خايف، ان انا لازم اعرف، ان انا عايز اعمل بروتكشن، عايز احمي نفسي واحمي ولادي من فكره جديده انا مش عارفها. دي جائحه وبدات، واكيد حضرتك وحضرتها تابعتوا اللي طبعا كان بيحصل وقتها والفيديوز اللي كانت بيتم نشرها بشكل كبير والكلام ده، وحاله الهلع اللي اصابت الناس في بدايه الجائحه، لان احنا لسه ما كانش عندنا حالة تأكد من صحة من المرض نفسه، من كيفية انتقاله، من الكلام ده كل ما يتعلق بيه. المنظمات أصلا الدولية حتى ووكالات الأخبار العالمية ما كانتش لسه متأكدة من كتير من المعلومات، يعني حتى منظمة الصحة نفسها كان في تضارب شوية في تصريحاتها، وده خلى الناس فعلا تقلق أكتر. احنا بقى بنشوف يا دكتور دلوقتي الكلام ده على اللقاحات وعلى التطعيمات، وكل حد بيفتي وكل حد بيقول الكلام اللي هو عايزه. ازاي حضرتك تابعتي مواقع التواصل تحديدا على خلال جائحة كورونا؟ هو طبعا انا تابعته طبعا من البداية بشكل رسمي وغير رسمي، بمعنى ان انا اول ما بدأ وزارة الصحة تنشط بشكل كبير جدا من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا بصراحة شايفة ان هي يعني مهمة جدا وفعالة وقدرت انها تدينا المعلومات الدقيقة والصحيحة بغض النظر عن اي تشكيكات بيثيرها البعض، لكن كل واحد عارف يعني توجهات الاخر. يعني اكيد انتم فاهمين ان في بعض الجماعات وبعض الجهات اللي هدفها الهدم دايما، ما فيش اي هدف عندها غير كده، فهي بتنتقد لمجرد الانتقاد. ففكره السوشيال يعني فكره متابعه الجائحه على السوشيال ميديا كانت من الناحيه الرسميه يعني فيها مصداقيه عاليه. واعتقد كمان في نقطه مهمه برضو قبل الجزئيه دي يا ايمان، حابه ان انا اكد عليها فكره ان مصداقية المواطن أو مصداقية سوري وسائل الإعلام لدى المواطن المصري زادت جدا في الست سنوات الأخيرة. قبل كده كان في مشاكل، كان في عدم استقرار سياسي، عدم ثقة في النظام القديم، وحضرتك أكيد وسيادتك يا أستاذ باسم عارفين الكلام ده كويس قوي. فبالتالي الست سنين دي حصل حالة استقرار سياسي طبعاً، والإعلام طبعاً هو صورة عاكسة للدولة، صورة عاكسة لأحوال الدولة. فطبيعي جدا لو استقرت الدولة هيستقر الإعلام، فهيقدم لي معلومة صحيحة. فده انعكس برضو على البيانات والتصريحات اللي بتقدمها وزارة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي أدت أن كتير جدا من الناس بدأت تبص على هذه الصفحة كمرجع ليها علشان أقدر من خلالها أوصل للمعلومة الصحيحة. فضل فعلا. يمكن ده فرق برضو جوهري بين وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبين دور الإعلام أو يمكن الإعلام بصفة عامة في القنوات المختلفة. ما فيش حد بيقول تصريح أو معلومة غير ما بيكون متأكد من المصدر وتم مراجعة هذه المعلومة وصحتها ودقتها، وبالتالي بيبقى فرق شاسع. يعني فكرة أن حاجة تنتقل بشكل خاطئ من خلال التلفزيون أقل بكثير جدا من خلال
خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما فيش عليها، لان هو ده دي اليه العمل يا استاذ باسم في هذه الطبيعه، في هذه النوعيه من المواقع، السرعه في مقابل الدقه. انا طبيعي جدا عايز اعمل سبق، عايز اكتب الاول، عايز اوصل الاول، عايز ابين للناس ان انا متابع وابديتد، فطبيعي جدا جدا ان انا هكتب، وممكن يكون عندي المصدر مش متاكد اصلا من انا جبت مصدر كويس او اتكلم، لكن المصدر نفسه مش متاكد من صحه المعلومه، بعكس وسائل الاعلام التقليديه كالصحافه المطبوعه او التلفزيون مثلا او اذاعات الراديو، طبيعي جدا جدا ان هم بياخدوا وقتهم عشان يتاكدوا من صحه المعلومه، خصوصا في هذه الازمه، احنا في جائحه، ما ينفعش ان انا اطلع المعلومه وخلاص. طبعا.